يو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيرتي برجع لكم بمقطع جديد من الفو. قبل امس كنت نايم في امان الله، وانا في نص النوم اشتغلت عندي الحاسة السادسة. اللي ما يعرف ايش الموضوع، انا عندي حاسة سادسة. اقدر اعرف فيها اذا نزلت مقاطع خرجت عن السيطرة في اليوتيوب. الحاسة السادسة جابت لي مقطع اسمه مشيت فوق راس اخوي الصغير بالسيارة. انا اول ما شفت نعم انها المخدرات.